السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا A Review About Using Internet، مراجعة حول استخدام الإنترنت. لما أجي أكتب Review أو الباراجراف بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. The Internet، الإنترنت is a great invention، اختراع رائع. It has become أصبح a very important part، جزء مهم جدا of our lives، في حياتنا. There are millions، في ملايين of people، من الناس using the internet، بيستخدموا الانترنت. They use it، بيستخدموه every day، كل يوم. And everywhere، وفي كل مكان. People، الناس use the internet، بيستخدموا الانترنت for many different reasons، للكثير من الأسباب المختلفة. Students، الطلاب get a lot of benefits، بيحصلوا على فوائد كتير from the internet، من الانترنت. It helps them، بيساعدهم with their homework، في واجبهم المنزلي. And school projects، والمشاريع المدرسية. Some people، بعض الناس use the internet، بيستخدموا الانترنت to shop online، عشان يتسوقوا عبر الانترنت. Others، آخرين use it، بيستخدموه to book tickets، عشان يحجزوا التذاكر. And we كمان reservation for hotels، يحجزوا فنادق. People، الناس also can use، ممكن أيضا يستخدموا the internet، الانترنت to communicate، عشان يتواصلوا with others، مع الآخرين. Internet makes our life، الانترنت بيجعل حياتنا easier، أسهل and more comfortable، وأكثر راحة. شكرا لحضراتكم.